اهلا ومرحبا بكم في قناه اندرو المعلوميات. ان شاء الله عدنا ليكم بدرس معلومه جديده النهارده. الكل بيدور الطريقه دي، كل بيدور عليها طريقه ازاي انك انت تحمي شبكه الواي فاي بتاعتك من الاختراق. المعلومه سهله وبسيطه، بس لازم تحضر الفيديو للاخر للشرح. تابع معنا فاصل ونواصل. ورجعنا لكم يا جماعه عشان ندخل على الشرح على طول عشان ما نطولوش في وقت الفيديو. عشان لازم يكون عندك تعمل حماية من الراوتر، لازم يكون عندك برنامج اللي هو اسمه فينوس FING اهو يا جماعة زي ما انتم شايفينه. هندخله عليه كده، هيفتح معانا البرنامج. بيقول لي 3 أجهزة 11، يعني دول عدد الأجهزة اللي هم داخلين عندي في الراوتر، اللي هم انا سامح ليهم ان هم يدخلوا لو عندهم الباسورد بتاعي واسم الشبكة بتاعتي. عندك هنا الحاجة، دول الأجهزة المتصلين اهم، دول الأجهزة المتصلين. هدخل على أي واحد فيهم، مثلا أنا هتأكد إنه الأجهزة المتصلة دول بتاعتي ولا لأ، أو الشبكة بتاعتي فيها اختراق ولا، من خلال البرنامج ده. عندك هنا ممكن هنا تعمل تحديث للبرنامج استعمال بدون إذن. عندك هنا بيجيب لك اهو الأجهزة المتصلة، عندي جهاز سامسونج وعندي جهاز هواوي وعندي جهاز سامسونج تاني جالاكسي G7 اهو 2016. هدخل مثلا على الجهاز ده، لحظة يا جماعة عشان بيحمل معايا الأجهزة المتصلة عندي. حاليا بقوا 5 أجهزة متصلين عندي دلوقتي. لو في أي جهاز غريب متصل بالشبكة بتاعتي هعرفه من خلال البرنامج ده. هدخل مثلا على سبيل المثال، مثلا هدخل على سامسونج جالاكسي D7 الموبايل ده مثلا، ده بتاعي اللي أنا بصور منه. هدخل من خلاله هدوس عليه كده، هيفتح معايا، هيدخلني بيقول لي متصل، يعني الجهاز متصل بالشبكة بتاعتي. ده جهاز يا جماعة وانا متأكد انه محدش مهكرها. هنزل تحت كده، عندك حاجة هنا اسمها عنوان اي بي، وعندك حاجة اسمها عنوان ام اي اس. هناخده كده عنوان ام اي اس، هنكتبه في ورقة عندك احتفظ بيه على حسب سبيل المثال، يعني ما اعرفش هو هيبقى مكتوب ايه عندك، بس احنا هناخد عنوان ام اي اس. وهوديكم في الطريقه تاني، هنخش على الراوتر واعلمكم تدفعوا ازاي ان احنا نحدد الاجهزه اللي هي ممكن تدخل عندنا. لحظه، هندخل يا جماعه دلوقتي على برنامج متصفح جوجل كروم، هسه متصفح ممكن ان احنا نقدر نفتح منه. هنيجي في البحث هنا هنكتب 192 دوت اللي هي النقطة 168.1.1. هنخش على الصفحة كده، هتسجل هنا اليوزر نيم، هتكتب الاسم بتاعك، اليوزر نيم والباسورد اللي هم هتلاقيهم في ظهر الراوتر عندك. على حسب ممكن تقدر انك انت تغير اليوزر نيم بتاعتك او الباسورد على حسب لو انت مغيرها، المهم انك انت هتدخل بيهم. هيفتح لنا شكل الراوتر بالشكل ده. لحظة واحدة، شوف البرنامج بيسجل معايا ولا يا جماعة. بعد كده زي ما انتم شايفين الصفحة بتاعت الراوتر بتاعت داتا فتحت قدامنا، هنختاره تاني اختيار ده. بعد كده يا جماعة هننزله كده على هننزله على دبليو لان، هنختاره دبليو لان. عندك هنا 10، لو انت حابب كلمة 10 دي هعلم عليها هيك كده عشان تبقى واضحة قدامكم. 10 دي عدد الأجهزة اللي أنا محددها عندي إن هي تتصل عندي، إن هي تبقى متصلة عندي. لو أنا مثلا عايز عندي جهاز أو 2 أو 3 موبايلات، بدأ بكتب هنا مثلا العدد اللي عندي عشان ما حدش ينفع يخش تاني. عندك هنا برضو اسم الشبكة إن احنا هنكتبه، أنت تقدر تغير فيه براحتك. عندك 10 برضو التانية دي الاختيار التاني، اللي هو عبارة عن انك انت تقرب المسافة بتاعت الشبكة بتاعت الواي فاي، تخليها قريبة او بعيدة، تتحكم فيها من خلال الرقم ده. انا مقربة عشان محدش يقدر يهكرها من عندي. تاني اختيار يا جماعة عشان يخفي الشبكة معانا، هنختار هندوس علامة صح على تاني واحدة كده، الشبكة تبقى مخفية معانا. عشان تظهر الشبكة ان شاء الله هنشرحها في درس اخر عشان ما نطولش عليكم في الشرح، نشرح الفيديو. عندك هنا الرقم ده اللي هو الباسورد بتاع الواي فاي بتاعك،
عندك الشرح الاولاني كنت كاتب انك انت لازم يكون محتاج عنوان ام اي اس زي ما انتم شايفين يا جماعه. هجيب العنوان كده وهدخله في نيو. عندك الايقونه دي لو انت حابب تفتح، لو انت هتعلم هنا هيدوس معاك انك انت اي حد عايز انه يفتح الشبكه بتاعتك يقدر يفتح الشبكه بتاعتك، بس انا هحدد الاجهزه بتاعتي اللي هم موجودين عندي في البيت ان انا متاح ان انا ايه ان انا اقدر اخليهم يدخلوا على الراوتر عندي. اي حد ممكن اعمل له بلوك. هختار الخيار ده عشان خاطر ان انا اقدر ان انا اضيف اي حد موجود عندي الموبايلات اللي هتفتح نت، بس اي حد مخترق الشبكه بعد كده وعندي رقم الواي فاي بتاعي او اسم الشبكه هيفتح معاه الواي فاي بس مش هيفتح معاه نت. هيبقى كده عملنا حمايه والحمايه شغاله، وهنتاكد مع حضراتكم دلوقتي. هنيجي هنا يا جماعه هنكتب الرقم اللي هو رقم الموبايل وهندوس على كلمه نيو. نيو هيفتح معانا فولدر كده، هيفتح معانا فولدر يا جماعه اهو. هنكتب فيه الفولدر فتح معانا تحت اهو يا جماعه اهو الفولدر. هنكتب فيه الرقم الموبايل اللي احنا اخدناه زي ما قلت لحضراتكم هنحتاجه اللي انت كاتبه في ورقه اللي قلت لكم عليه. هتيجي وتروح كاتبه هنا بالظبط كده وهتدوس عليه سبميت كده هيحفظ معاك. لو انت حابب تمسح حاجه من دول هتعلم عليهم كده اهو، هتعلم على الاجهزه اللي عندك وبعد كده تروح عامل ديليت وكده هتمسح معاك. انا اديتك المعلومه اللي عندي كده، محدش هيقدر يهكر الشبكه بتاعتك. وان شاء الله انا كده يعني بعون الله لو في اي تحديثات في شبكه تي داتا حمايه انا هجيبها لحضراتكم. ما تنساش تعملي لايك للفيديو، محتاج ان الفيديو بتاعي يوصل 200 لايك عشان اقدر اقدم لكم شروحات تاني. فضلا وليس امرا، كان معكم اندرو من قناه اندرو المعلومات، والسلام عليكم ورحمه الله.